عسلامة يا جماعة ومرحبا بكم بحدنا في بنة رمضان. المنيو اليوم عنا صدر، عنا مرقة بالسفرجل وتخت بالقوطة مع الشيف أسماء العجيمي باي، مع الشيف هيلا باش نشوفوا البقلاوة التركية. هذه بنة رمضان، اقعدوا معنا. شيف أسماء مرحبا بك بحدنا. بيك يا لله. اليوم دي غوسيت زمنيين. وي. صدر والمرقة متاع السفرجل. يلا باش نبداو. نبداو بالصدر. ألوغ نحطوا شوية شوية بركة بصل. شاي بصل. شاي بصل. بيان سور احنا باش نعملوا بالقديد، دونك عندي الزيت متاع القديد حاضر. دونك نحطوا شوية زيت. هو ديجا القديد نتاعنا بريسك نجم تقول طايب هو راهو. دونك اون با بوزوان باش نزيدو نحطو نقليوه. كوم دابيتود ان تو بتي بو دو واحد تقل. لا الزيت نحكي لك شويه سورتو في الجاري الفو ميو واحد يحطو شويه. الوغ شنو اللي باش نعملو؟ باش ناخذو طومات كونسونتخي سيكام دوبل كونسونتخي. دونك احنا نقولو هذايا باغ اكزومبل بور اونتر 4 اي 5 بيرسون. دونك مغرفه مغرفه باهيه بيسك هو ديجا هي طماطم ديجا دوبل كونسونتخي. دونك نحطو مغرفه باهيه. اوكي فوالا هكاكا تري بيان. دوب اللي تتقلى نجمو نحلوها في شويه ماء مش برشا. عندك الماء سخون غادي مالك سي دو بلي. نزيدك شويه. زيدني شويه فوالا. اي شويه جوست نحلو الطماطم. فوالا فوالا تري بيان. دونك نخليوها تتقلى شويه. نحطوا من بعد القديد ونفوحوا. دونك لا مادام عندنا القديد اون فا ايفيتي الملح راهو داكوغ. باهي لو طون اللي تقلت الطماطم هذيك باش ناخذوا نبداو نعملوا المرقه الحلوه نتاعنا. الو ناخذوا اللحم العلوش. لا كيف كيف بوغ 3 4. فوالا فوالا مش صغار برشا مش كبار برشا. اي معناتها مش كالطرف الكبير. لا 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 مش الطرف الكبير بيان سور. نقصوا شويه غرا. هلا هيو الشحم شويه. خليو تشيشه برك. خليو تشيشه برك باش يعطي البنه كمان. هلا دونك هذه كيف كيف. هما هذوما راهو نجمو ما نلوحوهمش بور سو كي يام لو غرا. نجمو نحطوهم في حاجه جاريه راهو. دونك سانديرونج بيهم الشحومات تحكي. نحكي على الشحومات. بون انا نحيهم راني ما نخليهمش. فوالا دونك ناخذوا شويه شويه زيت مش برشا فريمون فيلي. وناخذوا السمن. فوالا دونك شويه سمن مش برشا زاده. وناخذوا البصل. فما يقول لك لا ما نحطش فيها البصل. نجمو نحطو نجمو ما نحطوش راهو. اما انا جو بريفير نحط شويه بصل مش برشا. شنو الفرق من بينات المرقة الحلوة ومرقة السفرجل؟ فما حتى فرق. الفرق كيف اللي فوالا الفرق هو اللي مرقة السفرجل نحطوا لها سفرجل في الاخر. لا بزاده كيف كيف ماهوش سفرجل راهو نيه. السفرجل اللي نحطوه هو الخشاف. اي اللي هو طايب ديجا في اللي السيغو. هو طايب فوالا في السيغو. والمرقة الحلوة ومعها فوالا مع السفرجل. دونك نحطوا مشماش نحطوا زبيب نحطوا اللوز. المرقة الحلوة الاخرى العوينة في بلاصة السفرجل. يعطيك الصحة. نحطوا زاده كيف كيف القصل. مرقة القصل نعرفوها اللي هي حلوة ماهيش مرقة فان سكري سالي بيان سور. دونك هكا هو فوالا عندنا كل مرة نحطوا حاجة نحيوا حاجة ونحطوا حاجة. مي لا باز اي لا ميم. فوالا هكا يزي بيتيتر زيد شوية زيت القديد. فوالا فوالا. دونك لا نزيدو نمرقو شوية تو سويت دو بلاش. دونك هذايا الصدر. هذايا الصدر شنو باش نعملنا توا؟ اي البصل. على البصل حطينا الطماطم في الزيت نتاع القديد قلينا مليح زدنا مرقنا شويه برك وحطينا وريقه ورد واللي رند واللي يحب يحط ثوم بيان سور يحب يحط الثوم. انا نقص منه شويه في رمضان سورتو في حاجات هكا. فوالا دونك نحطوا التابل. نحطوا كمان زيت التابل. فوالا اي زوز مغارف هو ديجا خاطر فيه الثوم. اي دونك سي بور سا انا اليوم ما حطيتش ثوم في الصدر. اون بو سون باسي
شكون الملح ثوم التابل؟ بيان سور هو التابل، احنا نقولوا له تابل، مي هو تابل وكرويه وشويه فلفل احمر فوالا والثوم. دونك سي بور سا انا ما حطيتش اليوم، قلت نقص شويه. باهي، شنو باش نعملوا احنا توا؟ دونك حطيت جوست التابل، الملح ما حطيتش حتى من بعد، واحد يذوق يشوف في رمضان نجمو. أي. لا نجمو، عرفت المراه العيال دغاب هكا بلسانها راهو تنجم تشوف، وبيان سور تشلل فمها من بعد، اللي يبدا راجلها صعيب ولا تبدا هي تحب هكا من طنجرتها تبدا مريقله بالكدا، الا الدغوا باش تذوق. دونك فوالا، واللي تعرف القديد نتاعها من اللون. اي العباد جينيرالمون يعرفوا كان فوالا مالح برشا والا قد كان قد نحطوا له، انا هذا نعرف اللي هو قد، دونك باش ناخذ كمان هكا اون بانسي، جوست اون بانسي، اي اون فيغا بار لا سويت. خاطر هذوما الحاجات الجايين نجموا نزيدوا لهم الملح راهو في الطاوله. يحبوا بالملح. فوالا. مش كيما العجين كيما المقرونه ولا الكسكسي والكل. ردوا بالنا. هذيك ما نجموش نزيدوهم الملح من بعد اون فوا طابو. هذوما نجموا. الوغ شنو باش نعمل انا توا؟ باش ناخذ شويه سكر. فريمون ابان راهو. ما نحطش ياسر سكر انا في المرقه الحلوه. خاطر ديجا عندنا المشمش وعندنا الزبيب باش يحليوهم. دونك هوني جوست باش اللحم يحمر شويه هكا هو هكا بدا هو ديجا فوالا. شنو اللي خلاه؟ ناخذ الفلفل الاكحل زاده، نحط شويه فلفل الاكحل مش برشا. هلا اللي يحب يحط القرفه يحط قرفه، اللي يحب يحط عود قرفه يحط عود قرفه. عندي انا هوني زعفران. اي دونك باش نحط الزعفران محلول في ماء شويه. محلول في ماء فوالا، في طريقه ماسكو كما قلت لكم، النجمو رانا نهرسوه بشويه ملح ونخلطوه مع الماء ونحطوه في دبوزه الواحد اللي كان باش يستعملو في جمعتها، ما يخليهش برشا. باهي فوالا. وتو نمرقو شويه؟ لا توا ما نمرقوش، نخليوه شويه هكا يزيد شويه تقلى. كسبة ما حطيتش القرفه اليوم. والله ما حطيتش القرفه اليوم، قلت خلينا خاطر ديجا الواحد فيه السفرج فيه القرفه. اي دونك سي بور سا ما حطيتش في الوحده. نعرفوا الخشيف نطيبوا نمرق شويه. لا نزيدوا شويه بركه. باه دونك هوني باغ كونتخ شنو باش نعملوا هوني؟ باش نمرقوا بالكدا مش شويه. صب ما تخافش خاطر جيري هو. فوالا لا سي بون. ناخذ الوغ هوني الكلافز نتاعنا مريقله مغسوله امورها واضحه. ناخذ كلك برونش دو كلافز ونخليهم كاملين. نخليهم كاملين بيان سور، ومن بعد نخرجوهم. فوالا دونك نحيو مغرفه ونشوفوا هوني الطنجره نتاعنا توا تعطيني الماء مالك. فوالا نخليوها. دونك عندنا الطنجره نتاع المرقه الحلوه ولا مرقه السفرجل قاعده تيت اللي هي كلمه برك كلمه على السفرجل. السفرجل هو راه طايب خشيف نقولوا احنا، معناتها طايب في السيرو ما قشرناهش، نظفناه بيان سور مليح، ومن بعد يطيب في السيرو نتاعو مع شويه ماء وسكر فوالا وعود قرفه يقعد ولا. معاه. دونك ما عملنا حتى شيء وما رتيتو حتى شيء. انا كيفاش نعمل الخشيف؟ انا الخشيف الحقيقه نطيب السيرو نتاع، معناها نذوب السكر ولا. والماء بالكدا كي يذوب ويبدا هكا يخر شويه، نقص السفرجل نخليه دقيقتين ما اكثرش ولا ثلاثه دقائق باش هكاك يقعد شاد روحه السفرجل ولا. معاهم القرفه بيان سور، ومن بعد نخرج على روحي. وهو نورمالمون يبدا احمر. انا هوني محمر ليش؟ على خاطر تو ديبون انت والفاريتي نتاع السفرجل. كان سفرجلك اللي غوز من داخل يولي لك فوالا. هذايا ما ابان هكا خذي شويه لون نتاع القرفه هكا هو. تخيل دونك هذايا السفرجل نتاعنا باش نحطوه من بعد. نخليك كماله اسمع تحضر خاطر عندنا تخت باش نعملها. عندنا تخت فوالا. دونك تحضر المواد نتاع التخت، البات باش نعملها زادا كيف تحضر مواد البات. وانا هاني جيتك خابية. هلولا شنو احوالك؟ مرحبا مالك. عايشك. مرحبا بك انت بحبينا وسهلا. نفرحوا برشا كي نستضيفوك مرة هذه العام الاول معنا، وان شاء الله تقعد ديما معنا. ان شاء الله يعيشك. قل لي الوغ
اليوم التركية. اما مش باش نعملوها كما يعملوهم العاده جوست بالفرويسيك بالفيكيا، باش نعملوها بالباتا تارتيني فانواز. يلا حبيبتي. اوكي، اول حاجه لهنا ناخذوا الباتشيلو. ما قبل ما نعمل هذا الكل لازمنا نحطوا الشحور نتاعنا يطيب، ولازمنا نذوبوا الجولدينه اللي باش نخدموا بها الباتشيلو. لهنا باش ناخذ جولدينه نذوبوا، هي تنذوب لك كميه باهيه، كميه باهيه بالشحور. لهنا باش نحط الشحور. الشحور خليط 150 مليلتر ماء و300 غرام سكر. باش نحط اول حاجه هذوما 300 غرام سكر، باش نحط عليهم 150 مليلتر ماء، وباش نخليهم على نار متوسطه. تنوريكم بعد كيفاش لازم يكون الشحور، ما لازموش يكون عقد برشا وما لازموش يكون خفيف برشا. اونتر طون الجلدينه نتاعنا والجلدينه تعاون برشا في البقلاوه التركيه وفي توسكي هكا خدمين نتاع اوراق نتاع بقلاوه تعطي ادغار ميشيل بهي. دونك حطيت ابوبخي 100 غرام 120 غرام، بالكش ما نستعملوهاش الكل، ما يصيرش تخبيوها، نجمو نعاودو نسخنوها نعاودو نستعملوها مره اخرى. دونك قاعده تذوب على راحتها. ديما ماذا بينا السكر من اللول والماء هكا نحركوه شوي باش نعاونو السكر يذوب في الماء، باش ما يتسكر لناش من بعد السكر، خاطر من هناك كيف يتسكر لنا السكر تولي يولي ابيض، ما عادش نجمو نسقو به البقلاوه نتاعنا. ولهنا باش نبنوه في بلاصه باش نحطوا نكته زهر، باش نحطوا هذا سكر بنكهه الزهر نتاع فانواز، نحطوا منه باكو. Entre-temps, presque, le godin a bdait tout. Donc, le plateau نتاعنا. انا خديت البلاتو هذا، بيان سور كل واحد حر هو كيفاش يعمل، انا تنوريكم كيفاش باش نقصها تجي ياسر مزيانه. اوكي. ديما ماذا بيكم تغطوها راهي تشيح في ساعه. اوراق البقلاوة هذي بات فيلو. بات فيلو. مش حتى كي تتقطع راهي مش مشكلة، خاطر احنا باش نحطوا برشا اوراق. اي باش ناخذوا 10 من اللوطه. 10 وريقات كمان. 10 اي هذوما يتسموا زوز، هي وحده كهو، هي ديجا ياسر فينو البات هكا. اول حاجه باش ندهنوا الطبق نتاعنا بجولدينه، ديجا ذيبت هي. اي هاني باش نسكر عليها. اوكي. هلا خلي بحذايا باش ناخذو البارتي هذيكا. انت خليك تقصو، انا ندهن بالجولدينه باهي. لحظه نستوها شويه ما يسيلش حتى كان هكا، باش نزيدو احنا ديكوش. باش نزيدو فوالا باهي. عندنا اون ديزان دو كوش هكا. لهنا الشحور نتاعنا خليته ثلاثة دقائق بالضبط غلا، باش نعمل له قصرة عصرة قارص، باش نخليه 5 مينوت بالضبط ونسكر عليه. هي لازمها تتلف باش ما. اي هاني لفتها لك. اي توا باش ناخذوا هكا، باش ناخذوا عندنا انا هكاك تقريبا 300-350 غرام نوازيت. خذيت نوازيت كونكاسي، باش ناخذ هذه الكل هكا بودر. اي بودر وكونكاسي. وباش ناخذ السكر محاور نتاع فانواز، باش نحط منه شويه مع مع الفاكيا. هكاك مغرفه كبيره. اوكي دونك زوج شكاي. اي خاطر هذي جام بعد باش نشحروها. اي باش تجينا حلوه. جوست هذا باش يخلي الفاكيا تلصق في في البات. فوالا توا باش نخلطوهم الكل. الشحور سي بون، نحي عليها تسكر. دونك مش عاقد ياسر، مش عاقد برشا. لا اي خاطر لازم يدخل بالكدا، مش كيما بقلاوتنا التونسيه جمله، احنا يبقى يطيب بالباهي الشحور نتاعنا. ميلونج نتاعنا حذر، احنا باش نعملوها بالكريمه كريمه تارتيني نوازيت 20% دو نوازيت تجي بنينه على الاخر. باش ناخذوا الكريم نتاعنا، باش ناخذوا بوش
حتى في البقلوة التونسية الجحور ما يجيش خاطر ياسر. ما يجيش خاطر أما يطيب. لا يطيب بالباهي. يابس. يابس ولا. يجي خاطر بالباهي ويعاود من بعد معناتها الصينية كي تخرج. أنا يزولي لا يبدا سخون عندك تقول يبدا سخون ومن بعد ما يلزموش يكون محلول. أي بيان سور. تعرف شنو البقلاوة نتاعنا لازمك تاخذ هكا هذا اللوش اللوح. خليه بيت نهار وبعد تدخل فيه اللوش هذا لازم يدخل اللوش اما ما ترجعش النقبه هذيك تطلع الفوق تعرفوا روسي بون الشحور نتاعك مريقل والبقلاوه نتاعك ما تتحلش خاطر لازمها تجي شاده روحها اوكي لهنا خذينا بات اترتيني فانواز هلا Papier Malek, papier lila, bien sûr. Hop, خلوها هكا توا باش ناخذوا لي فروي اللي عندنا فروي سايك توا مالك باش نعاودو نحطو 10 طبقات اخرين بات فيلو اوكي يلا نبداو نحطو نبدا نحط معاك باش نشوفو ومن بعد نمشي بحث شاف اسماء باش نشوفو البات نتاعنا نتاع التخت بالسبناخ اللي باش نعمل بالقوطه اللي باش نعملها هذه البات نتاعنا هما 10 احنا باش ناخذو كل كعبه نحطوها على زوز اللي من هنا لازمها الجهه اللي من هنا ما لازمهاش ندهنوها بالزبده باش تلصق لنا في الفيكي وفي الشوكولا اوكي نحطوها هكا نرصفوها بالباهي ونعاودوا ندهنوها بالجولدينه كيما عملنا في ملول في العشرة ورقات ملول هذوك زوز توا باش نعمل الزوز الاخرين فوالا خليك مالا تكمل أوكي. الطبقات نتاعك الكل اونتر طون اسمع احكي لي فرينه ليبيدور قداش؟ فرينه ليبيدور نو بالعين ما نوزنش حطيت شويه فرينه حطيت شويه فرينه الوغ 300 غرام مرقت هوني بالكدا الوغ اون دير 300 غرام تو نعطيهم لي ميزور دو توت لي مانيير 300 غرام دو فرينه ليبيدور شنعمل لها انا بيان سور نحط لها الملح ونزيد نفوحها باغ اكزومبل هوني حطيت شويه فلفل زينه. باه. حطيت شويه نواد موسكات. باه. نجمو نحطو باغ اكزومبل شبت فيها. نجمو نحطو ديزيرب اللي نحبو عليهم نفوحو البات نتاعنا. الوغ شنو اللي باش نعمل هوني؟ انا ديجا الجولدينه هي اللي اتمبيراتور امبيونت وديما نلقاوها بوماد ما عندهاش مشكل. دونك شنو نعمل ناخذ؟ 100 غرام. لا هي عاد اذا كان عندنا 300 باش ناخذو احنا هوني 140 130 معناها شطر الفرينه جولدينا يعطيك الصحه انا باش نعمل هوني ماهيش بات سابلي باش نعمل بات بريزي اوكي في الملح جو بريفير لي بات بريزي دونك نحل الفرينه نتاعي افيك لي بو دي دوا وني ميم با منعرفش قداش حطيت الحق هاكا حطيت مغرفه ونص مي ا بو بري 100 غرام تاع بلاك نزيدك شوي هي قداش فيه الباكو هذا فيه 200 دونك ان بو موان كو 100 هو غاديك توا نزيدك زيدني شويه وي انا علاش نعمل ما نوزنش ما نخافش خاطر نقول اذا كان جاتني اكثر انا باش نفهمها تو نزيد شويه فرينه اوكي فوالا شنو باش نعمل باش نعمل هكا سي بون شنو اللي مازال عندي باش نعمل توا انا هون العظم عندك عيب عظم عظم اي تحب اي فازي نعمل اي اي فوالا نعرف اللي يديك فوالا فما اللي يقول لك نحبها اصفر كها ويخاف من الابيض لا يبس لا ما يب على معناتها عظمه كامله او كونتخيغ تلمنا العجينه بالكدا وما نستحقوش باش نحطوا ليكيد واحد اخر الماء سورتو الماء خاطر انا ما نستعملش الماء في لي بات نتاعي نتاع لي تارت باغ كونتخ نجم نستعمل اون كريم ليكيد اون كريم فريش فوالا باش نكمل نحط تحبها هذاك اش باش نعمل انا توا
هلا دونك لو طون اللي انت تلم نغسلك البول نتاعك اللي لا تقترح علينا ان فورما فاميليال عائلي ديما الماعون الليكيد اللي لا نتاع الماعون يبدا ناقص باش ما نلقاوش روحنا ناقصين. هذايا ان فورما فيه ترتين ونص دو ليتر ودمي نتاع الفيسيل اللي لا بون انا توا ما نستحقلوش لكن في الدار الحقيقه بيتو هو دونك مالك ما نعجنوش رانا الباتا اي دونك لموها لما وهوني باش نستحق نحط شويه كريم فريش ليكيد في بقعة الماء دي تبننها وما تيابسهاش نكمل اللم هذايا الكل هكا فوالا دونك نزيدها شويه كريم فريش Alors Malik, tu vois là, ça y est, elle est prête, la pâte. Oui. Donc on met tout à tirer chouïa. Tout de suite. Frigidaire. Non. Fais-moi ce qu'on a tawa. Donc on a juste une ratine. Papier film. Voilà, bien sûr, papier film. On met tout à faire frigidaire. Et on a tawa, on y met du papier lila. Oui. Ah oui. Tout de suite. Planté. On a aussi une hâte de l'appareil. نحضروا لا فارس نتاع لا تارت دو طون اللي ترتاح شويه فوالا اي بيان الوغ ما ننسى جوست نغسل الدايا دقيقه واحده دو سويت فوالا نخرج لك ان بول فوالا الريكوتا نتاع قيصر فوالا فوالا الجبن زاده كيف كيف نتاع قيصر هذايا ايمونتالي غودا ساشي يعاود يتسكر خاطر ديما مع جبن سورتو احنا في رمضان نستعملوا برشا جبنات دونك اوموا بالطريقه هذه تنجموا تستعملوا منه شويه وتخبيوه نتفقدوا كمان طناجرنا زاده اه قاعدين يمشيو قاعدين يمشيو الوغ الوغ هوني عندنا لو بو هذايا قيس الريكوتا الوغ 8% ماتيغ غراس ناخذوا ريحاشتنا قد لاباط اللي عندنا وقد المول اللي عندنا نحطوا شطر ان بو بلوس كو لا مواتي 200 غرام هكاك 200 غرام 250 غرام كمل نحط لك انا هوني حط لي الوغ سوا جينيروس في الجبن عفش اكثر وي Voilà. C'est bon. Très bien. Alors, on est chaud. Je mets tout. Je mets tout. Chaïcha melah. Hey. Chaïcha. Voilà. Hey. Chaïcha melah. نضفوا هذه شوية. نواة موسكاد اللي من بعد باش نحطوها في المرقة في مرقة الصفرج الراوة. لكن نخليها اون توش فينال هوني. جوست تيب. فوالا. انا نحبها برشا دونك ما تفاجئوش كي تراوني نحط بزيت الوغ شهوات اسمى مره القرفه اليوم نواد موسكاد ما حبش نكثر عليكم القرفه اليوم خاطر عنا ديجا في الخشيف قلت خلي تو نحطوه لي سي فغي هو خاطر بيسك هو فيه القرفه فوالا دونك باش تبدا هكا نقول لي جي للناس اللي ما تحبش القرفه تشيشه في الاكحل الوغ وباش ناخذوا كبار لا الكبار الكبار الصدر باش ناخذوا كيف كيف شويه كريم ليكيد هكاكا هذا 30 مليلتر هكاكا فوالا شويه الوغ عظمتين انا جو ديغي مش عظمتين حط عظمه واحده فما جبن وفما هذاك الكل باش يلم ونشوفوا فوالا سينون تولينا طاجين هي نورمالمون راهي عظيمه واحده يسي هكا هاو فوالا خاطر فريمون تبارك الله الجبن يذوب بالكدا فوندون دونك هو باش يعمل ليزون مع العظمه يولي وقد قد وتقعد من الشيحه فوالا دونك شنو باش نعملوا احنا تو نكسروا النوا نكسروا ايه النوا ايه هذه فكره هايله جهنميه تعطي دو كروكون النوا والجبن يمشيو مليح مع بعضهم دونك عجبتني فكرتك شايف فوالا
ان شاء الله ديما نجيب لك حاجه تيجي قد تربي. هلا هلا اون ايساي خاطر بون ماذا بيا ما نحطش من الفوق نزين خاطر ماك تعرف النوع يتحرق فاسيلمون وهو ما يتحرق دوب اللي شخن كي تحشت ليه باه فوالا دونك توا نخرج لك المول فوالا حاجه باهيه مع المول هذايا سيكو اموفيبل يتنحى تاع سيير يعطيك الصحه دونك بعد بور ديمولي تسهل العمليه نخرج لك البات نتاعك اللي ارتاحت فوالا وظهر لي حاجتك زاده بالقلقال قلقال ونفرشوا شويه فرينه زاده هاني بحثيك اوب زيدها شويه من الفوق مالك اي ونو باغ دو سوربريز باش نوريهم اللي نجموا يحطوا من الفوق ما يخافوش لا تقول لك تطوري لي علي برشا فرينه نو اوب الوغ بسم الله Alors, on essaye باش نعملو حاجة سيركولير. فيسك المول نتاعنا مدور. نجودوها البات أقصى ما يمكن. أقصى ما يمكن. هذاك القاعدة اللي قعدتها هي البات هذيك ارتاحت فيها. تو بلاش خميرة، مي كومام تحسها من بعد سافا غونفلي. لا وان بلوس راهي معناها مهمة راهو الراحة نتاع البات مهمة برشا. فوالا. باش تعطيك من بعد الطوع باش تبدا ساهلة. يعطيك الصحة فوالا. مي بوغ لي فام علاش قلت لك تنجم معناتها تمشي تعمل بزيد وتحط تخبيها. اي. أو كونتخيغ وقت تبدا حاجتك تلقاها. والمزروبة بون مش مشكل تنجم هي راهو تحطها من غير ما ترتاح تعملها. اي. سما غيف دي فوا. أما باش تصعب. فوالا دونك هكا هكا. هوب. نهبطوها فوالا تري تري بيان اي فازي اي اي نشيك عليها راني انا الفونساج نتاع البات شفتك الزايدين هوني هذوكم بعد فوالا ونجموا ناخذوا هكا من هوني مالك غوكا اي فوالا نجي هوني نعمل هكا هكا وي اي بيان مريقله الوغ فرقيتا بيان سور نقبوها شويه فوالا طوب بلاش بياك هو المول نتاعنا سياغ هذايا يتنفس ديجا يتنفس اما احنا اي كيف نعاونوه فوالا فوالا دونك الخليط نتاعنا يخدم شويه بركا دخلوها شويه دريج من زمان دريج من زمان ذكركم بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم عندنا اسدر اسدر عملناه بالقديد حاجه بنينه ياسر انا نموت عليها عملنا زاده كيف كيف مرقه السفرجل السفرجل خشيف اون فيت هو مش سفرجل معناتها سفرجل طاب في سيرو باش نعملوا بيه حاجه بنينه ياسر مرقه حلوه بالسفرجل مع هلوله عملنا البقلاوه التركيه وصلنا ظهر لي الاخر كوشه اي من هذه انتم نعملوها مع بعضنا اوكي وندخلوها للفور هوب مالك انا في المرقه نتاعي وباش نبدا نقص الليمون والكبار نتاع الصدر قص الليمون والكبار واستناني عاد لا نستناك بيان سور ما تفاصون يتحطوا في الاخر ماذا بينا ديما ندهنوهم برشا زبده باش كيف نقصوهم يوسخوا لنا حاجه نظيفه اي حاجه نظيفه انا مالك حطيت اللوز نتاعي قاعده نحمر فيه في شويه سمن هذاك اللي باش يمشي مع المرقه السفرجل ديجا سي بون كملنا باش نزيدو ندهنوها بالزبده هذاك ريت ديريكت انا اللي بارتي هذوما اللي شايحين هاني وراك ريف ملاكا هكا تشيح شويه اي شوفوا باش هكاك ما تقعدش من الكوطه فوالا ديما ننظفوا السكينه نتاعنا باش خدمتنا تجينا نظيفه نظيفه. اونتخ تان تنجموا تشوفوا التخت نتاع الشيف اسما اللي هي باش تدخل الفور دونك ما راتيتو حتى شيء جوست طيبنا الفون شويه وتوا باش ندخلوه للفور يكمل يطيب على راحته. توا باش نقصوها هكا. فوالا. جينا ياسر مزيانه تنوريكم كيفاش القصان باش يكون. عندي ثقة ألف ثقة فيك
سي بون. اي فوالا دونك تقست البقلاوه، ياسر عجبني المنظر نتاعها. 160 درجه لمده 25 دقيقه. هكاك كل واحد الفور نتاعو دوما نعرفوها حمار، تخذت الكولور دوري ياسر مزيان، نخرجوها وباش نشحروها هي سخونه. اوكي شقولك عجبتك الفورما؟ عجبتني الفورما. جديدة وريجينال. اي نخزر قلت لازمني نلقى لها حاجة. اي ومع الكلاس نتاع بانام دي حاجة بنينة. اقعدوا معانا خاطر باش نشوفوا لا سويت نتاع الغوسيت نتاع البقلاوة. عندنا كيف كيف ازدر، عندنا مرقة السفرجل، وعندنا التخت نتاعنا اللي قاعدة تطيب في الفور. فاصل صغير ونتلقاو. نزلتوا معنا في بنة رمضان، شوفوا ما بنا وما احلاها هاك البقلاوة. الشحور حطيتوا وزدت عليه شويه شوش ورد هكا. اي الشحور لازم يكون سخون على الاخر، ونحكي لكمش على الريحه نتاعو بالسكر بنكهه الزهر نتاع فانواز، ياسر ياسر ريحته بنينه. توا باش ناخذك الشحور هو سخون، كيما تشوفوا التكستور نتاعو راهو ماهوش جاري برشا وماهوش عاقد، يكون خاثر شويه كهاو. خليته يطيب 5 دقائق. شوفوا مزيان هاك البقلاوه تلمع دوري كيما نحبوها. نجيب لك الكلاس نتاع بنام اللي وصيتني عليه. اي وي شيف، انا لازمني باش نحط الصدر راني. اي خاطر لازم 15 دقيقه هكا. هكا فوالا فوالا هكا. هذايا نزيدوا 2 3 وحوت 3 بوني، 3 بوني نتاع الصدر نتاع الصدر فوالا. مالك لازم البقلاوه تكون سخونه دوب ما خرجت من الفور، ولازم زاد الشحور يكون يغلي. اي اوكي وتاو خليوها تشرب. خلوها تشرب ومن بعد حطوها في صحن ونزينوها بشويه بفريوه ونزينوها بالكلاس نتاع بانام وصحة وبالشفاء. كلاس بيكولوس خلي لك ملا، انا حبيت نقعد معك حتى الاخر خاطر فهمها تشهي البقلاوه نتاعك. خليوها تشرب. اوكي مليح. نرجع بحذي كونتخ طون اكلتها بريسك حضرت. فوالا يلا حبيبتي شنو اللي ناقص توا؟ اللي ناقص توا عندنا في صدر الليمون والكبار، نحطوهم ياخذوا غلوه. سي بور سا زاد اباغ القديد عندنا الليمون والكبار نقراو حساب الملح. وي فوالا دونك كيف نكملوا هذايا يطيب، عندنا رشه نعناع صغير ونشايحه في الصدر. غطي في الاخر بالكل. اكزاكتومون الخشيف تاع هذا اللي باش نزيدوه. مرقه السفرجل لابيل كولور نتاع الواحد كاراميليزي شويه شويه. فوالا دونك شنو باش نعمل توا؟ انا باش نحط الزبيب اللي نفخته في الزهر ياخذ غلوه كيف كيف، وعندنا المشماش كيف كيف باش نحطوه. اي الوغ احنا كوم الخشيف نتاعنا براتيكمون طايب طايب، هو اون فادير طايب. مي كوميم شنو باش نعمل؟ باش ناخذ نحط منه شويه زيد ياخذ هكا باش يعطيك لو جو. انا طرف القرفه راني حطيته في المرقه نتاع الخشيف باش المرقه نتاعنا الصوص تاخذ الجو نتاع السفرجل. فوالا فوالا شفتوا هذيك. انا باش نصبو هكا السيرو نتاع الخشيف. سيرو خاطر شويه ماهوش برشا. اوكي دونك جوست تاخذ غلوه هكا هاو باش يتحل لك الزبيب ويتحل المشمش. فوالا وما تعمل الخشيف يمشي في المرقه ونطفيو عليها. هوب هذوما نتاع الدريساج توت افي نتاعك. انتخ طون نخرجوا التخت من الفور. نذكركم بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم، عملنا تخت جوست بالكوتا وجبن شخشخناها، حاجه خفيفه وبنينه وفرشكه تنجم تاكل مع سلايطه خضراء تعمل 66 كيف. عملنا كيف كيف الصدر قاعد يطيب على روحه بالقديد يعيشك، وعملنا زاده المرقه الحلوه والا مرقه السفرجل. انا بيرسونيلمون ما تحمرش اكثر من هكا. فوالا باش تقعد في الفريشور نتاع الغوطة وما تشيحش وما تلبسش، تبدا حاجه بنينه وفريشه. فوالا ملا خليك تكمل تدريسي لي بلا نتاعك الكل، ما ننساوش بيان سور في الصدر شويه نعناع شايح في الاخر يطيب الصدر هو بريسك. طاب نجيب حذاك باش نكملوا اللمسات الاخيره هكا. اي توا باش نعملوا بريساج نتاعنا باش ناخذوا هكا البول نتاعنا باش نحطوها. اي بي احنا توا ناخذوا هكا البقلاوه نتاعنا. اي
دونك هي ماهيش بقلاوه بقلاوه معناها على الطريقه الاصيله اللي نعرفوها راهو احنا في تونس، فهمت؟ اي باش نخدموها اليوم بطريقه اوريجينال شويه بالشوكولاته وبالجلاس. هما في تركيا ياكلوها، اي ياكلوها بالجلاس، يحطوا البقلاوه التركيه ويحطوا في وسطها الجلاس، تهز هذه اللي باش يعمل بقلاوه نورمال، يهز البات هكا ويحط تحتها الجلاس. احنا تونا عملوا سحابنا اخر، نحطوا فيه كعبه من البقلاوه اللي حضرناها، نهزوا البارتي من فوق ونحطوا تحتها الجلاس ويجي بنين على الاخر. نذكركم اللي تلقاو اللي غوسيت نتاع دكتور هيلا هكا على الانستغرام تلقاوهم الكل. نذكركم اللي هيلا تسكن في المانيا، غادي فما اون غراند كوميونيتي نتاع اتراك، دونك لي غوسيت ترك الكل متاكدين منهم، ان توكا حتى الحاجات اللي هما اوريجينال شويه قاعدين نراو في برشا حاجات في انستغرام على البقلاوه مخدومه بطريقه اخرى. دونك توا باش نكملوا ندخلوا هذايا في القتلي، قتلي راهو البقلاوه مازالت سخونه شويه، دونك باش يعاود يدخل للفرن للفريجيدير مليح، ولا تقعد تشد روحها هي نورمالمون لبرا او موان نصيف ساعه قبل ما نقصوها. مي حابين كوميم نوريكم لو ريزولتا. ميرسي، يعطيك الصحه هيلا، يعيشك مليك، يعيشك بوكو. انتخطان نرجع بحذاك اسمع، قاعده تدريسي بيان سور في المرقة اللي بالسفرجل، اللي هو الحاجه المالحه، الكلام تاعنا المالح نتاع اليوم. عملنا زاده كيف كيف اسدر، اسدر طيبناه بالقديد، هاني بحذاك هوني بالبابي اللي لا باش ننظف ما بقى لنا ظهر، كان اللمسات الاخيره اللي ولا. هو اللوز، يعطيك الصحة. المنيو نتاع اليوم يعمل 66 نوا، نجم نحط زيادة متاحت شوية نوا، نجم نحطو بيان سور، فوالا. أما هكا دار فيها حاجة روعة، كان نحبو شوية جلجلان بوكوا با زيادة، نجمو لا اللوز محطوط، أما نحكي لك معناتها نزيدو توش، نجمو نحطو شيشة نوا ولا شيشة جلجل اسمع، فوالا. ميرسي، يعطيك الصحة، عيشك، عصدر على التخت، على المرقة الحلوة اللي بالسفرجل. هذا الكل في أقل من سويعة، عملنا كل شيء، بون طريفات اللحم صغار أو كعليل زاد عملنا باش طيبوهم فيسا فيسا، البقلاوة اللي بالشوكولاتة زاد حاجة راهي روعة، جربوها أنتم في الدار وما تنساوش باش تعطيونا رايكم على الباج نتاعنا الكوجينا لي ريزو سوسيو ولا الباج فيسبوك. اجابه حذايا هلولة. دونك مره اخرى ميرسي هيلا، ميرسي اسماء، ميرسي لكم انتم اللي تتفرجوا فينا على قناه الحوار التونسي. يا جماعه شهيه طيبه وباي باي.